ليه ربنا خلق لنا النهار والليل؟ خلق لنا النهار عشان نفكر ونجتهد ونقوم ونعمل، لكن بالليل عشان نرتاح ونهدى وما نفكرش ولا في امبارح ولا في بكرة، فكر بس في النهاردة. عايزة احكي لكم على قصة غادة. قصة غادة دي عندها حاجات كتيرة قوي، وطول النهار قلقانة، لسه فاتحة شركة وعندها مسؤوليات طبعاً، إنها تبني الشركة وإنها تنجح وإنها تجيب فلوس ومعينة موظفين وفتحة سبب، يعني سبب لرزق الناس كتيرة قوي، وعندها زوج وهي ست جميلة عايزة تهتم بنفسها وعايزة تاخد بالها من نفسها وعايزة تاخد بالها من جوزها وعايزة تعمل حاجات كتيرة قوي. فطول النهار عايشة في قلق، يا ترى أنا قدرت أعمل ده؟ يا ترى أنا هحقق ده؟ وغير إنه هي قاعدة كمان بتبص على الحاجات اللي هي معرفتش تحققها الشهر اللي فات، فبيزيد التوتر ده وبيجي لها كده زي يعني كأنه كهربا في الدماغ، وطول النهار احنا قاعدين بنفكر يا نهار ابيض، هو انا هعرف احقق مش هعرف احقق؟ انا معرفتش احقق يبقى انا بالتالي مش هعرف احقق. توتر وقلق قلق قلق، لا انا عايشه في اللي فات اللي عدى اللي معرفتش اعمله، لا انا عايشه في المستقبل اللي انا خايفه منه. طب وبعدين الحل ايه؟ الحل بتاع التوتر ان زي ما قلنا النهار والليل، احنا عايزين نعيش زي ما ربنا عمل لنا الايام. ربنا جاب لنا وحدة اليوم، عايزين في وحدة اليوم نركز بس في اليوم، نعمل كل ما في وسعنا في اليوم، ونبقى قاعدين في الحالة اللي قالها Researches of the Mindfulness. Mindfulness هو التركيز القوي بتاعك لدماغك لوحدة اليوم. النهاردة أنا هقدر أعمل إيه في وحدة اليوم بس؟ أنا ما أقدرش أعمل أكتر من وحدة اليوم، ولا أقدر أعمل حاجة بره اليوم ده. وعايزين نمنع دماغنا تماما من الفيوتشر المستقبل، في التفكير في المستقبل، لاني انا مش بايدي المستقبل، انا مش عارفه بكره ممكن اعمل ايه والحاجات تتغير ازاي، ولا ايدي اغير الباست. انا عايزه في وحده اليوم اركز تركيز كلي واعمل اكتر ما في وسعي وافرقع طاقتي في وحده اليوم ده بس، اعمل كل ما عليا. انا طاقتي النهارده غير طاقتي امبارح غير طاقتي بكره. ساعات كتيره بننزل صحيين النهاردة أكن جسمنا جاله برد، ففعلاً أنت ما بتبقاش كويس قوي، بتلاقي أن أنت أوريدي طاقتك الجسمانية والعقلانية قول خلاص هي بقت 70%، أنت مش هتقدر تعمل أكتر من 70% لأن طاقتك النهاردة 70%. اليوم اللي بعديه ممكن تلاقي طاقتك 120%، واليوم اللي بعد اللي بعديه 60. بالراحة، خد نفسك بالراحة واحدة واحدة، ده في الحتة اللي احنا لازم نروح فيها. ومن التكنيكس يمكن تقولوا عليها very simple، very simple، هي خفيفة وبسيطة جدا لكن حقيقي بتعمل الفرق. لو احنا هنبقى هنركز واحد، هنركز في وحدة اليوم فقط، اوعدوني ان انتوا تركزوا في وحدة اليوم فقط. هندي الحتة التانية. الحتة التانية بتقول اسأل نفسك سؤال، اسأله الساعة 5 او 6 وافصل بعديها، انت عملت your best؟ عملت اقصى حاجة عندك النهاردة؟ وجاوب. لو لقيت اسأله تاني، لو لقيت اسأله تالت. بعديها ما تلومش اي حاجة، افصل واتمتع عشان بكرة تصحى بمور باور، عشان وحدة اليوم بتاعت بكرة تقدر تعملها بأحسن حال.